ظاهرة من الظواهر بيعتبرها اللي بيلجأ ليها نوع من أنواع الفهلوة أو الذكاء، أو بالبلدي كده تشغيل الدماغ على الحكومة وعلى القانون، لكن هي في الواقع مجرمة قانونا وحرام شرعا في كل الأعراف والأديان. فكرة إنك أنت تاخد حق مش حقك ده مرفوض تماما. إيه الظاهرة اللي بنتكلم عنها؟ هي لجوء بعض السيدات الأرامل إن هم يتحايلوا على القانون والزواج بشكل عرفي عشان يتحصلوا على معاش الزوج المتوفي، أو لجوء بعض الأزواج للاتفاق بينهم على الطلاق غير الرسمي، يعني طلاق على الورق بس مش طلاق حقيقي، وبعدين يعملوا عقد جواز عرفي عشان يستفيدوا من معاش والد الزوجة. بص اللفة الطويلة العريضة دي راحت بينا لفين. الكلام عن الظاهرة دي البعض بيربطه بارتفاع معدلات الطلاق وتزايد أعداد الزواج العرفي، دي ظاهرة تانية. خليني أقول لحضراتكم إنه بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت معدل الطلاق، وقالت إنه معدل عدد حالات الطلاق اللي تمت في 2023 كان 2.5 في 1000 كنسبة. وللأسف ما فيش أرقام دقيقة عن أعداد حالات الزواج العرفي في مصر، لأن النوع ده من الجواز بيكون بشكل سري طبعا مش علني. بس في 2018 تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال أنه من بين إجمالي 887.3 ألف حالة جواز خلال سنة 2018، كان في وسط الحالات دي 139.760 حالة تسجيل وتوثيق عقود الزواج العرفي لإطفاء صفة الشرعية، يعني بنسبة 15.7% من إجمالي عقود الزواج في السنة دي. طيب أرجع تاني بعد الأرقام دي لموضوع حلقتنا النهاردة. من بين حالات وقف المعاش حسب القانون هي وفاة المستحق للمعاش، زواج الأرملة أو البنت أو الأخت. عقوبة التحايل على القانون وشروط الحصول على المعاش سواء بالطلاق على الورق أو بالزواج العرفي من البداية أصلا محددة في المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بتنص على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قوانين أخرى يعاقب بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تتجاوز 50,000 جنيه كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق أو يدي بيانات غير صحيحة أو حتى يمتنع عن إعطاء بيانات مما يجب أن يعطيه أو يفصح عنه. غير أن التحايل للحصول على المعاش مجرم قانونا زي ما وضحنا، واللي بيعتبر سرقة للمال العام، دار الإفتاء المصرية قالت في فتوى رسمية أن عدم توثيق الزواج بغرض الحصول على معاش الزوج هو تحايل على القانون، يعني بتاخد فلوس مش حلال ليك ومش قانوني ليك، وبيعتبر عمل محرم. قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، شروط معينة، كده أنت بتاكل أموال الناس بالباطل، المال اللي بتتقاضاه الزوجة مش من حقها، وده كلام دار الإفتاء مرة تانية. دار الإفتاء قالت إيه كمان؟ قالت إن الاتفاق على إيقاع الطلاق من دون تحقق أسباب الطلاق، دي بقى مشكلة تانية كمان، أسباب الطلاق اللي شرع الطلاق لأجلها هو تهاون وتساهل في أمر الزواج مع قدسية مكانة العلاقة دي، وبيتعارض مع حقيقة الزواج وكونه ميثاق غليظ وعقد شرعي لا نظير له فيما يتعبد به من العقد بعد الإيمان. الحقيقة أنا مش عارفة السيدات اللي بتلجأ للزواج العرفي عشان تاخد معاش زوجها أو والدها المتوفي، هي برضو في نفس الوقت بتهدر حق من حقوقها وهو توثيق الجواز، يعني ما نجيش نحاول ناخد حاجة باليمين نفرط في حاجة بالشمال. هل هي مش عارفة انها بجوازها العرفي ملهاش اي حقوق لو حصلت مشاكل بينها وبين الزوج ده بقى؟ طب اللي متجوزها عرفي ده لو لا قدر الله مات او حصل له حاجة، ملكيش حقوق في الميراث، ملكيش اي حق في اي حاجة. احنا النهاردة في الخلاصة هنحاول نشوف معاكم الظاهرة دي اسبابها ايه، مخاطرها على الزوجة اولا وثانيا على الاسرة كلها والمجتمع، وازاي القانون يقدر يتصدى ليها، وايه الثغرات اللي بيمر من خلالها الحالات دي. بعد الفاصل مع ضيوفنا المستشارة هايدي الفضالي رئيس محكمة الاسرة سابقا، والشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر.